هنروح لاخبار نادي الزمالك، بس قبل ما اقول لكم اخبار نادي الزمالك اقول لكم الكواليس اللي دارت في الاوقات الاخيره والتمرين الاخير لنادي الزمالك ما بين ميتشو واللعيبه. ميتشو اتكلم في حاجات مهمه جدا جدا جدا، وقال بالنص كده للعيبه: انا مش عايز شيكابالا هو اللي يحط الجون، مش عايز المهاجم هو اللي يحرز هدف في النادي الاهلي، انا عايز الزمالك هو اللي يجيب الجون، انا عايز الزمالك هو اللي يكسب. راجل مركز قوي 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 ان هو عايز يكسب. بمين مش مشكله، مين اللي يجيب الجون مش مشكله. قال لك اللي هو عنده امكانيه ان يحرز الهدف بس في واحد جنبه هتبقى 100% يديله، مش عايز اللعب الفردي. واكيد اللعيبه اللي قدامه لعيبه كبار وفاهمه كلام الراجل. هو الراجل ما بيقولش كلام استهلاكي ان مش عايز، لا دي بتدي يعني رسائل تانية، ان مش عايز انانيه في الملعب، ان عايز اللعب المضمون. انا بلعب على بطوله، لو انت 40% هتجيب الجون واحد جنبك 60% اديها له، فدي رسائل ما يعني مش حاجه كده وخلاص. وبيفكر بشكل جدي او جدي ان هو يلعب ببو طيب. هو قلت لكم من صاحب مدرسه المفاجآت، بيحب يفاجئ الفرق اللي قدامه بحاجه جديده ما عملهاش. فممكن بكره نلاقي ابو طيب مع مصطفى محمد، او ابو طيب هو اللي بادئ. على حساب مين؟ هيكون على حساب اوباما. يعني التشكيل الاقرب لبدء اللقاء، وفي مفاضله ما بين اوباما وأونجم مين اللي هيبدا. يعني هو عنده حيره في الحته اللي انا بقول لكم عليها، لكن في استقرار على محمد عواد وعلى عبد الله جمعه وعلى محمود علاء وعلى النقاز وعلى عبد الغني، وقعد على فكره جلسه خاصه مع النقاز ومحمود علاء الاثنين مع بعض بسبب الميس باص. عمل معاهم جلسه خاصه، اتكلم معاهم على الميس باص ان دول لعيبه كبار. ده طبعا بسبب المباراه الاخيره بتاعت السنغال لمحمد عبد الغني، واحد من افضل المدافعين الموجودين. خلاص، وركز على، قال لك ان مفيش انسجام ما بين الاثنين لعيبه اللي في خط الدفاع ياسر ابراهيم محمود متولي والاثنين الديفندرين. ركز على ان يبقى في المنطقه دي اللي هيبقى فيها اختراق. طيب دي كواليس، مش هقول اكتر من كده، كواليس نادي الزمالك. وزي ما قلت لكم التشكيل: عواد، عبد الله جمعه، عبد الغني، محمود علاء، نقاز، ساسي، طارق حامد، دول ما فيهمش غبار، او محمد عبد الشافي عفوا. في الحته اللي قدام بقى فيها شغل شويه، في شيكابالا وبن شرقي تمام. اوباما هيبدا، لو بدا هيبقى على حساب مين؟ على حساب خالد بوطيب. طب خالد بوطيب ممكن يكون موجود على حساب مصطفى محمد. دي التركايه اللي ممكن يلعب فيها بكره ميتشو ان شاء الله في المباراه. طيب نادي الزمالك غير ميعاد مباراته مع بطل السنغال، وده عشان تبقى يوم 28 من الشهر الحالي على ملعب بيترو سبورت بدلا من 29 نفس الشهر، والتعديل بسبب اعلان اتحاد الكره لمواعيد مباراه الدوري واعلان خوض نادي الزمالك مباراته قدام الاتحاد في الجوله الاولى يوم 23، وبعد كده المقصه يوم 3 اكتوبر.